وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية. دكتور أحمد، بعد التحية، يعني نجاح الجهود المصرية أخيرا في إدخال الوقود إلى غزة خطوة مهمة بتضمن استمرار الوكالات الإغاثية على مواصلات العمل، وبالتأكيد المستشفيات أيضا هناك تحتاج بشدة إلى هذا الوقود. كيف تقيم كل الخطوات والمجهود الذي بذل من أجل الوصول إلى هذه اللحظة؟ في الواقع أستاذ إلهام، أن إدخال الوقود إلى قطاع غزة يمثل خطوة كبيرة وانتصار للدبلوماسية المصرية وجهودها المتواصلة والمستمرة منذ 7 أكتوبر في تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني. إدخال الوقود إلى قطاع غزة بشكل منتظم يوميا يمثل خطوة مهمة في ظل أن هناك كارثة إنسانية على شفا الوقوع مع انقطاع الكهرباء وعجز المولدات عن التشغيل بسبب هذا الوقود. أيضا سيارات الإسعاف تحتاج إلى الوقود، وبالتالي الوقود يمثل عامل مهم جدا في إنقاذ حياة آلاف الأرواح من الفلسطينيين، من النساء، من الأطفال، في المستشفيات، في كل مرافق القطاع. وبالتالي خطوة مهمة تأتي في السياق الجهود المصرية المتواصلة على المسار الإنساني بالتوازي بالطبع مع المسار السياسي والمسار الأمني. على هذا المسار الإنساني كانت مصر من أكبر الدول التي قدمت مساعدات للجانب الفلسطيني، أكثر من 6,000 طن من المساعدات، عكست الملحمة والتحاما جماهيريا ومع الدولة والشعب في عكس هذه الهبة المصرية في نجدة الأشقاء. ورأينا التحالف الوطني، حياة كريمة وغيرها من المبادرات الوطنية والهلال الأحمر بتعكس هذا التهافت المصري على دعم الأشقاء الفلسطينيين. حقيقة هذا الدور المصري يعني بوجه بتحديات كثيرة مع التعنت الإسرائيلي ووضع العراقيل والتحديات أمام دخول هذه المساعدات، أمام أيضا استمرار تواطؤ الموقف الغربي والميوعة الغربية والميوعة الدول الكبرى خاصة الجانب الأمريكي، وفشل مجلس الأمن طبعا في دوره في فرض هدنة إنسانية أو فرض إدخال المساعدات. وبالتالي وسط هذا المشهد القاتم كانت النقطة المضيئة حقيقة هو الدور المصري، المجهود المصري. وفي هذا المجال انحازت مصر لأمرين: الأمر الأول انحازت دائما إلى الأشقاء في الفلسطينيين في معاناتهم، وهذا الدور هو دور متواصل منذ فترات طويلة في كل المحن والأزمات. كانت مصر دائما مع أشقاء الفلسطينيين، كما أيضا مع كل أشقائها حقيقة من العرب والأصدقاء. أيضا انحازت مصر في هذه الأزمة إلى الإنسانية، لأن الإنسانية واختبار الإنسانية فشلت فيه الدول الغربية التي كانت ترفع شعارات القيم الإنسانية واحترام القوانين. صحيح. والمنظمات الدولية. طب دكتور أحمد، يعني نشهد حاليا ليس فقط انفراجة في دخول الوقود، ولكن أيضا زيادة حجم المساعدات الإنسانية والشاحنات لتلبية الاحتياجات لدى أهالي قطاع غزة. هل برأيك من الممكن أن يحمل ذلك بوادر انفراجة في يعني الوضع داخل قطاع غزة؟ أنا في اعتقادي هي خطوة مهمة بالطبع ستكون لها مردود إيجابي على الجانب الفلسطيني في قطاع غزة، لأن الوقود يمثل أهمية كبيرة، لأن كان هناك صعوبة في إدخال هذا الوقود. الوقود هو الذي سيشغل المستشفيات، المعدات الكهربية، سيشغل المخابز، سيشغل أي المحطات التحلية، وبالتالي سيكون له مردود إيجابي. وهذا حقيقة يمثل نصرا كبيرا ودورا مهما حقيقة، وخطوة مهمة في اتجاه تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني بالتزامن مع إدخال المزيد من الشاحنات ومن المساعدات، بالتزامن مع جهود مصر في التوصل إلى هدن إنسانية وتوفير ممرات آمنة لإدخال هذه المساعدات، بالتزامن مع جهود مصر مع الدول الشقيقة والدول المختلفة في العالم وقت إطلاق النار، بالتزامن أيضا مع المسار السياسي والعمل على حل الدولتين وأن يكون هناك علاج شامل للقضية الفلسطينية وحل هذا الصراع من جذوره. وبالتالي هي جزء من هذه الجهود المصرية على المسارات الثلاثة المتوازية: السياسي والأمني والإنساني، وعدم يعني خروج الصراع وتحويل الحرب الإسلامية. حقيقة مصر يقع عليها عبء كبير وتقع عليها مسؤولية كبيرة، ودورا مهما وفاعلا في إدارة هذه الأزمة في إطار تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني، في إطار دعم القضية الفلسطينية، في إطار وقف وإجهاض مخططات التهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية، في إطار تغيير وجهات نظر العالم لما يحدث على أرض الواقع بفضل السياسة المصرية والدبلوماسية المصرية والإعلام المصري أيضا الذي نقل بالصوت والصورة هذه المشاهد المأساوية التي يشهدها العالم على الهواء مباشرة. كل هذا حقيقة هذا التحرك المصري كان له دورا مؤثرا ومهما. نعم. حقيقة. واعتقد أشكرك ان دكتور احمد على هذه المداخلة. دكتور احمد سيد احمد، خبير العلاقات الدولية.